غير النعنع بدنا نحط كمان ابو فنجان على اللتر هاد من الخل، خل التفاح اذا موجود عندكم بتحطوه في الخلاط، وبتحطوا لكم كمان ملعقتين من الملح، ملح طبيعي طبعا صخري او بحري بيكون افضل، وبتحطوا لكم راسين ثلاثة ثومة على المياه هذه، وبتعملوا الخليط هذا بحيث يبقى زي عصير، عصير اخضر لونه لانه حطينا الليمون والنعنع والثومة والخل والملح. هذا المسحوق انا باخذه اللترات وبحطه في الثلاجة في الفريزر على شكل مكعبات من الثلج، هاي المكعبات اللي ممكن هلا بحكي لكم كيف نستخدمها، وبنحطها في الفريزر. هاي صار في عنا لتر من المكعبات الثلجية. شو اللي كمان بدنا نسويه؟ بدنا نعمل عملية الزيوت العطرية مع أربع أعشاب هن الرئيسيات في تخفيف آلام الرأس. هذه الزيوت العطرية بدنا نوضع الأعشاب هذه، الأفضل إذا بنحطها بشكل يعني أخضر، إذا مش متوفر أخضر بتنطحن طحنة ناعمة وبتنحط في وعاء زي هيك للزيوت. من أهم الأعشاب اللي بدكم تستخدموها في عنا عشبة إكليل الجبل روزماري، هاي أول نوعية، عشبة اللافندر أو الخزامي، لافندر بالإنجليزي الخزامي بالعربي، هدول العشبتين، ومنه نضيف عليهم الزعتر البري نفس الكمية بنحطها، وبنضيف عليهم النعنع وبنحطها. الأعشاب هذه ممكن نقطعها أو شغلات بسيطة زي ما موجود عندكم بالصورة. إذا جافة بنطحن من هالأعشاب هذه كلها بطحن ناعمة على الخلاط وبنحطها في الوعاء هذا، وبنضيف يعني الأعشاب كانت نصف الوعاء بمقادير متساوية بين الأربع أعشاب هدول، وبنضيف عليهم نصف الكمية الثانية من زيت الزيتون. في عندكم يا زيت زيتون أفضل شيء، زيت عباد الشمس كمان كويس، زيت جوز الهند كمان كويس، اللي بيعجبكم. وبتحطوا عليه ملعقتين ليمون وملعقتين خل، وهذه الزيوت بدنا نحطها في حمام مريم، في حمام مياه ساخنة لمدة على مدى يومين ثلاثة لمدة ساعتين في المياه الساخنة فقط لسرعة امتصاص المواد الفعالة اللي موجودة في هاي الأعشاب على زيت الزيتون، ونتركه في مكان معتم مغطى بعيد عن الأكسدة وأشعة الشمس.